اسم ديك ايه رجال انا بصير مجد عادي. ولا 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 تهونون يا الربع. سلم يا ريمي. لا اقول ولا تصغر ولا تهونون يا الربع. ولا تصغر يا ريمي. من قال من قال هذا مرت من المرات. ساري من المزرعه. اول ما شريت الحصان قبل ابيع. رايح الحصان؟ لا طربق الطربق. رايح السياره. حلو. وابوي ما داني الخيل. ابوك ما يداني الخيل. ما كان يبغى يشتري لي من الاساس. هو صادق. لان فيه واحد من جماعتنا انفقش راسه. دوس ريح انه خواله. زين؟ حلو. من هالحسن توفى بسبب الخيل. اعوذ بالله. يا لهوي. لا هذاك غير. خلاص خلص خلص. خلص تسمع؟ ارتفع به الحصان طاح على راسه. مات كل عرضه. فكان ناشب اللي بيتكفى يبغى الحصان تكفى يبغى الحصان يبغى الحصان يبغى الحصان. وش رايك الحصان؟ لا رافض. نفس اللي يقول يبغى بيسوي. قمت انا جيت واحد من اخويا بيشملي. قلت يا طويل العمر. قال ايه كل ما اجي فيه قال ما عندي فلوس. ادري بالوم ابي. واروح عندك يا اخي يبي ليش رافض؟ قال انا بعلمك يبيك ذال عليك زودنا الجنه. قال خايف عليك انك لا يصير فيك شيء. قلت طيب. قلت ايش رايك؟ قال ها. قلت لا تشتري لي حصان ركوب. ابو حصان جمال. صيد. جمال. لا ابو حصان صيد. انا لعبتها صح. المهم ويشتري لي واحد دقيقة بس عشان احمد الطحان مصورنا راح طق المفروض اني ما اقول صح؟ ايه اسف المهم المهم وقام يبي يشرى لي صغير واسميه غيث حلو وانتم تخبرون الخيل الله يعزكم مكانها ريحه مخنز اي بالله لازم تحط اشاره خشب ايه فقعد ريحه يفض بالمزرعه ويبي تدري انه من يوم ما بنى المجالس المزرعه ما عاد قاعد بيه بس لكن انا مبتسم ايه الكاميرا هناك يمزح يمزح يا لب عليك تعال يمزح حتى بالله افضل مصور في العالم المهم ويبي من عقب ما بنى مجالس البيت ما عاد قاعد فيها كل يوم في المزرعه ما يعده له جوها زينه والله جالس كذا كثير وناتي وما ادري من اللي كان يبغى ياتي يشوف الحصان قمت انا جيت ورا الحصان وهملت الباب مفتوح ثاني مره تصير لي اول مره كانت في البل الحين الخير غباء منك ايه يوم قد بيقاعد لا السالفه اللي بعد ذي ابي ما يدري عنها لو درى كان دق رقبتي وقتها بس الحين خلاص هذيك ذكاء منك نعم اخوي ابو صالح بس حبيت فيك مقاطعه راح المهم واطلع واهمل ابي قاعد هو اخويا سوي حصان طلع هرب طلع وانت رحت انا رحت البيت رقدت ابي سهر المزرعه ابي وينه؟ وينه؟ كم صار رجع البيت؟ 9:30 الفجر حلو من الساعه 10 يطرد الحصان بالغابه يطرده هو ابي يطرد الحصان على السياره يقول ما في مطبه ما في رصيف ما في بعدين جاني قال وجهكم بالصياحات دق علي قال بيت الحصان يا قلبي الله هذه الخطه الاولى الخطه الثانيه قبل هذه بعت الفشل جاونا عيال وعند كان عندنا قلب في المزرعه كان ابغى اوريهم حوار توهم مولود بطلت الباب تبي تشوف الحوار تبي اوريهم الحوار حلو سحبت على البل المهم سحبت على البل حملت الباب مفتوح ورحت الغويب البل وين عينها؟ وين عينها؟ طلعت من الغويب على خط المطار كم تبعد؟ تبعد تقريبا 20 كيلو اوف إيه دق علي يعني شده دق علي بي عيال بطاير المهم ويقوم بي يمسك العامل ويلعب يعني إيه 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 مع العامل شوي يلعب مع العامل اي يلعب مع العامل ويخصم من راتبه ما خصم من راتبه هدد انه بيخصم من راتبه لا خصم صدقي هدد انه بيخصم لا لانه عقوبه للضرب ها الشرطه تنادي من يبيني الشرطه من اللي بيني قم وش السالفه الشرطه الشرطه انت كاذب في السالفه تكذب انت سوالف والله ما كذبت راح ياخذ الجو يا ويله يا ويله يا ويله يا ويله يا ويله يا ويله الاعداد حتى ما عاد يخلونك تكذب يسدونك على طول اذا كذبت اذا كذبت اذا كذبت يدعونك تعال يا كذاب الله يوفقه ايه يدعون يقولون لنا كذا الكذب حرام الله يوفقك ما بيك تطلع من الله يرزقك والله صراحة لا اسولف الموضوع اللي يستهلك واجد ما اقول صح صراحتك ما نبيها ايوه هذا الموضوع اكثر الواحد اذا بيصير فنان ويروح صراحتك هذه انا ما احتاجها انا احتاج منك الجانب الطيب فيك كسبها كسبها كذا صراحتك اي ولا ويتكلم ويحرك حواجبه الصوت حتى طالع من صدره صراحتك هذه انا ما احتاجها
انا احتاج وجهك يطلع معك زواج والان عشان ما يصير جميع متسابق دخل برنامج واقعي قال الموضوع ذا موضوع صراحه بس ايه ما حق ذا المره وش؟ ما حق تمام 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 لا والله حزنت منك الحين ابو خلني بعلمك علي طلعت طلعت يعني يسلموا خلني بعلمك يلا خلاص يلا سامع يلا اسمع علي جعيدي ولا يهم العيال بعدين حط صورتك ولا لا تصغر بعلمك قلت كاتب نفسي بس عشان عشان صوره عشان الزواج اللي عندي خاش سلام طرها السيول والامطار يقول لها اي طرها المطر هو جاب طاري المطر صوت المطر عود بذكره ايه يوم من الايام يا طويل عمر السلامه عندنا شعيبي قال له البحرف ونعم ونعم الشعيب هذا اذا قطع الخط فصل بين تروبه والخرمه ما عاد تقطع السياره خلاص لين يركض الوادي ده وادي مو بسهل والترات ما تقطع وحنا وقتها كان معنا معدات ثقيله حلو كان معنا معدات ثقيله معنا التريله لا عشان نسير انت مع ظهر سالفه معك معك احمد طحامي يقول الترلات ايه المهم هقول لكم احنا معنا معدات ثقيله معنا سطحات ومعنا اللي يعني قلت لك عنه معنا لوابي والسيل يقطع الوادي يقطع الخط وتوقف المسافرين وقت جزات والله لو تشوف رد من المسافرين والعوائل تقول يا ليت معي شيء اقدر اقطعهم يجلسون بالساعات خمس ساعات ست ساعات سبع ساعات نصهم يجلس يوم كامل في سيارته ينتظر السلك احنا عندنا وادي قال البحر اذا قطع الخط خلاص وقف الخط المسافرين وقف يمين الخط ويسار السيل يقطع الخط اي واذا قطع الخط خلاص الحين تشوفون المزلقان تعرفون المزلقان يجي فيه نسب الماء اذا وصلت نسبه الماء الى 60 خلاص وقف ما تقطع الا المعده الثقيل شيول ولا ترايل مرتفع ولا هلوكس غماره ديزل مرفع خلاص السياره اذا اول ما تقف المهم يطلع عمر السلامه وتوقف السيارات توقف المسافرين كذا وجي انا كنت ناوي ايش الوادي هذا اقطعه اروح وين اروح المعشق المعشق اللي نحمل منها البطح كنت بكرره اليوم جيت ووقف حجز دخالي اخوك اخرب من الرجل ووقف يا طويل العمر ووقف على المسافرين شافوني على لوبت انا كنت ناوي اخذ الشيول من الوادي ورد لان لازم اقطع عشان اخذ الشيول وارجع الغريف المسافرين شافوني على لوبت هم تجمعوا تكفى قطعنا ولك اللي تبغى يا ولد ها اخذ دراهم اخذ دراهم انت معك لوبت انا معي لوبت ياخذ ثلاث سيارات ياخذ ثلاث سيارات ما شاء الله عليك ولا اقطع ما اقطع الكلام هذا قبل ثلاث سنين كذا اسكت انت شاري لوبت عشان تكد عليها ايه خذ قلت اقطع يا ولد والناس يقول من العوار يقول نحملنا قلت يا ولد انا ما ادري ترى يمكن عليكم خطر انا لا بحملكم انا بربط السيارات ليه ما تعرف؟ ما هني بعرف بس يعني صعب اربط وقطع ماني بربط السيارات المهم يجيني واحد والله يا رياجيل انه مادن علي 5000 ريال قال قطعين على جيب اخر موديل هو مع عائله يا ولد يوم عين فيها اي مع عائله وارفع الجوال على ابوي سلام طيب كيف الحال؟ جيت لقيت الوادي سايل والمسافرين هذا علم قطع قال والله وعاد الحلف اللي انت مخبرين اي ذاك ينخدت ريال ان انت بولودي لاني بعرفك حيوان الراس قلت يعني وش قال قطعهم لين يمسي لي الكلام الحين الساعه 2 الظهر ونقطع وقطع ثلاث سيارات واجي الجهه ذيك ويجيني ناس بعد يقول قطعنا الجهه ذي والله يا رجال اجيني انها من الساعه 2 الليل الى الساعه 9 بعد العشاء كم توقعون سياره؟ يوم كامل ايه من 2 الليل؟ من 2 الظهر من 2 الظهر الى 9 الليل الى 9 الى 9 9 10 الا كم المسافه من المكان ذا كيلو بس انها الما تمشي معها الحاله نص ساعه اخوي ايه والما ما فيها تعرف الما متساوي مع التراب انت بكرامه ما تدري يمين ولا يسار ما تدري وين تروح لازم توازن والعوائل معي في السيارات فوق اي والله واحده من السيارات فيها عائله ركبت يوم ركبت واللوبت فيه ماء وتزلق اي والله بغيت تنقل فكم الله المهم من الساعه 2 الظهر الى الربع الى الساعه 9 مساء كم توقع عن سياره تقريبا ايش تبي كل سياره كل مروح ثلاث سيارات ثلاث سيارات ثلاث ثلاث 15 حالها 47 سيارة شو اللي قطعت يعني لو هو لو اني ماخذ على كل واحد 1000 47000 خل 5000
والله العظيم انهم مدوا علي فلوس واني رفضتها. بس اللي من صوب الله خير من اي والله يا معنت الدفاع المدني يوم جاء اخر سيارات نزلتها لاني طافي يا رجل لو تشوفون شكلي يا المطر يصب والسيل يمشي وعلى موتر وانا توتر الحاله والتوتر معك عوايل فوق برد ولا وابوي على اتصال كل ثلاث دقائق يدق علي ها نزلت العائله يلا صور لي على اتصال وتواصل معه يوم عزيزك. يوم يا طويل العمر السلام نزلت العائله في الجهه الثانيه ويرجع ما معي سياره يوم زاد السيل الليل امسى وزاد السيل تعرف الليل ترى السيل يزول معه جديد إيه؟ لا يوم اختلف الطريق اتيام 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 الليل حولت في الحضره لا الراس يوم قال كذا ويا ينشب في الطينه حط الله ما معك سيارات اشوى ما معي سيارات والله العظيم لو معي سياره واحده بس نطيح من قوه اطيح وانزل فتحت باب التريله الما بيدخل عليه غمار وشرك اشر بالنور اشر بالنور اشر بشماغي الدفاع المدني الله يجزاهم خير يوم جاب الشيوه اسحبه لا جاء حطني في الاداء وخذاني خليت تريله خليت ولي خليت تريله الخطر علي انا المهم اخذ ياخذني يوم خذاني طلع على الجهه الثانيه لا للصحفيين والعالم اثر العالم من الظهر هم يصوروني وانا قطع ولا دريت وفي ناس مطلعين اشاعات اني اخذ درهم للصحفيين والعالم دي والله كان جيت مقطع الصحفيين جوهم جو الدور العموم اللي يصورني منه اللي يصورني منه صور. كم قطعت سياره مدري ايش شوي لهي في سبق تعرفون سبق عكاظ لهي في سبق الدفاع المدني بعد ثلاث ايام يدقون علي تكريم وانا واروح انا وابوي ويكرمون الدفاع المدني وابوي يحطون الحين يطلعون السلامه في لجنه التنميه للتطوع في الخرم يا سلام